بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو ديال منزل تجاري للبيع. ما تمكناش من التصويت على الكراجات. بالنسبة لهذا المنزل جاي في طريق جرادة، حي الناسيم، في الظهر تاع ستاسيون شال، يعني حي ما شاء الله. بالنسبة للمساحة ديال المنزل فهي 105 متر مربع، فيه الكراجات لتحت وفيه جوج سكنات، وحدة في الطابق الأول وحدة في الطابق الثاني، كل وحدة بابها بوحدو. بالنسبة للثمن فهو 130 مليون قابل للتفاوض. وكذلك الناس اللي عندهم أي حاجة كتخص العقار، بغاو يبيعوها ولا بغاو يشريوها بدني توجدها، ما عليهم غير يتصلوا بينا بالنمرة تاع 06-03-41-19-84، وإلا تعذرت الإجابة يخليولنا مساج في الواتساب فمرحبا. كما كتشوفوا هنا كاين لا شومبر، كما كتشوفوا البلافون بنت ولا كي دايره، بلاكار كوليس. الله يعطي الصحة لصاحب المنزل اللي خدمه، وحتى الثمن راه مناسب بالنسبة لهذه الجهة وبالنسبة يعني للمنازل التجارية. كما كتشوفوا هنا وسط الدار، اون باس هنا كاين لافابو باسك، وهنا كاينه شومبره اخرى وراها مضويه مشمشه، يعني ما شاء الله. ونتمنى ان الفيديوهات ينالوا الاعجاب تاعكم، وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش ديما توصلوا بالجديد، وكذلك البارطاج مع العائله ديالكم والاصدقاء اللي مهتمين بشراء اعاقه. كما كتلاحظوا معنا هاد لا شومبر البلافون تاعها فيها لي بلاكار كوليس هي بالبلاكارات، هيا لافي تبارك الله كي دايره هنايا كال، يعني هنايا كاينه لا كويزين تا هي مهوية ومتسعة تبارك الله. وكاين إمكانية البيع بالآتات كذلك، كاع هادشي اللي فيها. ونخليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة، وخليونا الآراء نتاعكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.